تأتي هذه المسيرة التي ترون يعني استجابة لدعوات التنسيقيات التعليمية وكذلك النقابات التعليمية. إذن ردا على اللا حوار واللا تجاوب لوزارة التربية الوطنية بالمغرب. إذن تؤكد التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أنها لم تتلقى أي دعوة في اللقاء الذي كان بين وزير التربية والتعليم وكذلك للتمثيليات النقابية باللقاء الأخير. ونؤكد على أن الترسيم مع الأكاديميات أو أي تعديل داخل النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ليس هو حل لهذه الفئة أو للشعب المغربي، باعتبار أن المؤسسة العمومية الأكاديمية ليس لها أي موارد لتغطية نفقات المدرسة العمومية، ما يشرعن المرور لتفعيل قانون 51/17 ومشروع المؤسسات المحتضنة، وبذلك حلب والمزيد من حلب جيوب الشعب المغربي، جيوب الفلاحين والعمال. الاقتراحات الحكومية تعبر على عدم فهم أولا مطالب التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم تجيب على أي نقطة من 16 نقطة بملفنا المطلبي ولكم أن تطلعوا عليه. الآن نقول للحكومة وللوزارة على أن مطلبنا هو الإدماج في وزارة التربية الوطنية بالوظيفة العمومية وليس الترسيم مع الأكاديميات. كذلك نؤكد على رفضنا ومطالبتنا ب إزالة يعني القانون أو المرسومين ديال فصل التكوين عن التوظيف. عندما نقول الترسيم مع الأكاديميات أو التعاقد نقول لا استقرار المهني ولا استقرار الاقتصادي والاجتماعي للأستاذ، وبالتالي كذلك لا استقرار للأبناء الشعب المغربي. الترسيم مع الأكاديميات يعني مباشرة يعني الهجوم على مجانية التعليم مباشرة. إذن لا الأستاذ مستقر ولا ابن الشعب المغربي مستقر ولا أولياء التلاميذ مستقرين في ظل هذه السياسة، سياسة التشغيل بالتعاقد أو الترسيم مع مؤسسة ليس لها أي مورد مالي. نظام التعاقد هو نظام الصخرة والعبودية، ولعل يعني بنود التعاقد واضحة تماما. إذا مرض الأستاذ المفروض عليه التعاقد ولم يستطع يعني استيفاء أو استئناف عمله يطرد أو يفسخ أو يفصل بدون إشعار أو تعويض، وهذا إجحاف مباشر. كذلك لمجموعة من البنود ومجموعة من الشروط لا تحقق أبدا العيش الكريم للأستاذ من داخل المدرسة العمومية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.